بدأ منين إبراهيم العرجاني؟ اسمح لي أفكرك إن إبراهيم العرجاني ده اتقتل أخوه قبل كده في سيناء اللي قتله الشرطة المصرية. تمام؟ تمام. وخطف ضباط وجنود مصريين من الشرطة علشان أخوه اللي اتقتل. كان في فيلم اسمه بتاع أحمد عز وأحمد السقا اللي بيشوفوه هتعرض في السينما والتلفزيونات ده، وكان على سيناء ومش عارف ايه، واحمد عز ده كان شيخ عرب، ودي القصه، دي قصه حقيقيه. ابراهيم العرجاني اللي كان قايم بدوره في الفيلم ده احمد عز. عايز تعرف مين هو ابراهيم العرجاني ايام حسني مبارك؟ شوف الفيديو ده واسمع اللي بيحقق مع الجنود المصريين المرميين على الارض. المرميين على الارض دول جنود من الشرطه المصريه، واللي بيصور وبيحقق معاهم إبراهيم العرجاني ياما كان مجرم بيخطف الجنود قبل ما السيسي يستخدمه ويعمل له ميليشيا خاصة بيه علشان تدور له شغله في غزة وتدخل له فلوس وعشان يستخدمها بعد كده في مواجهة الشعب المصري. إذا احتاج فيديو للتاريخ نرجع مع بعض شوية بآلة الزمن ونشوف إبراهيم العرجاني إزاي بدأ. قتلت الراجل ليه؟ ها؟ قتلت الراجل ليه؟ مش انتوا؟ امال مين؟ الضابط والله. الضابط مين؟ الضابط اسمه وليد ابو العافيه. وليد ابو العافيه؟ رائد وليد ابو العافيه. وليد ابو العافيه ده فين؟ جرى فين؟ اللي حضراتكم سامعينه ده ابراهيم العرجاني وهو بيحقق مع جنود مصريين خطفهم بعد ما تم قتل اخوه اللي كان بيتاجر في المخدرات في الوقت ده في جزيره سيناء، في شمال سيناء تحديدا. معقول نوصل لمرحلة نلاقي فيها الحميدتي وبرجوكين بيتعادوا تاني في مصر بشكل أو على إيد إبراهيم العرجاني؟ أقول لك آه، لأن واحد منهم كان صنيعة الجيش السوداني والتاني كان صنيعة الجيش الروسي، والاتنين حاربوا بلادهم، والاتنين بيتم استخدامهم دلوقتي تجاه شعبهم ضد شعبهم. مين؟ حميدتي المثال الأبرز. لو أنت مش واخد بالك من اللي بيحصل في روسيا مش مهم. حميدتي اللي عمله عمر حسن البشير ودلوقتي باع ولاءه للإمارات وبيحارب جيشه وبيقتل أهله وبيغتصب السودانيات، كله لصالح السودان؟ لا، لصالح الإمارات مش أكتر من كده. خدوا بالكم يا جماعة، في هنا يعني مصيبة بتحصل، في تسمين لميليشيا، في يعني دعم لميليشيا خارج إطار القانون، ممكن تيجي يوم من الأيام وتبقى على الشعب وعلى البلد وعلى الجيش وبال مش حاجة تانية، وتكون بتشتغل لصالح أطراف غير مصرية، إسرائيلي بقى، إماراتي، هند، الله أعلم. فده اللي لازم نقوله ونعرف الناس بيه علشان دي حقيقة الموقف. سيبك من اي حاجه يقعد يقول لك والمهندس ابراهيم العرجاني. مين ابراهيم العرجاني؟ مين اللي ادانه المكانه دي؟ فين في الدستور ابراهيم العرجاني؟ فين في القانون ابراهيم العرجاني؟ فين في اطار دولاب الدوله ابراهيم العرجاني؟ ولا اي حاجه من دول. هو بس الايد القذره لمحمود السيسي لتنفيذ المهام سيئه السمعه.